كتحس بانك تظلمتي تغتصبتي في شبابك بزاف. عايزين تقلعتي خدمت على راسي متزوجتش ندمت. جاو دخل دخلهم فافيين مزعوجين، ندخلوا مزعوجين داك يخبط في الطابله، انا حرام عليا ديني، معايا ما تبقى، معايا ما دير. انا التجاره ديالهم جرتني، قالت لي شوف بنتك ما طاحتش من السطح، بنتك مقتوله ومجروره لديك البلاصه. حيت اختي 12 الليل، يعني 12 الليل ما كانتش كطيح الشتا، اختي جبرناها فازقه، اختي جبرناها كترعد بالبرد، يعني اختي كانت في واحد الحاله لا يرثى لها، تشوفوها الموت كانت فيها. الله ياخذ فيهم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. البنت نفاتنا في يتام انها حاولت تنتحر، واللي ذكرت بانها تعرضت بانها ترشت بواحد البرودوي هو اللي غايبه، واللي عاقله بانها بداو كيضربوا فيها، شكون اللي كيضرب فيها ما نعرف. الطبيب كياكد بان العائله فيها الاثر ديال الضرب والتعذيب، واخا هاد البنت هادي انتحرت، وشكون من جا الاثر الضرب؟ شكون اللي ضرب لنا؟ شكون ضرب رميسه؟ الحمد لله بقيتي شويه. رميسه عاودنا على ديك النهار شنو وقع. السلام عليكم. ديك النهار بالضبط اصلا حنا كنا في طنجه، مشينا نتسخروا شي حاجه حيت اصلا الدواء كان مسافر. صافي جينا جلسنا في الكوزينه شويه، كنت انا باقا في حوايجي باقا في كلشي، جلسنا هذا كان خوتو تما ويما وبا، صافي جلست معاهم شويه ونوض فحال مشيت حتى نصلي المغرب، حتى المغرب كانت باقا عليا، مشيت صافي بدلت عليا نصلي المغرب صليتها. صافي ديك الساعات بديت كنجمع له الحوايج ديالي في الماليط، بقيت كنجمع له كنجمع له، واحد اللحظه فتح الباب، انا كنت عاطيه بالظهر من الباب. صافي هو دخل بقى كيهضر بحال دايما، كيبقى يبلص كيبقى يبلص في الهضره. شنو مثلا يبلص؟ كيبقى يبلص انا هنايا نخليك، انا ما عارف شنو، انا ما عارف، كيبقى يحرشو كيبقى يجي يفرغ ليا انا. صافي ديك الساعه انا بديت اشيف. وهاد الهضره ديال انك حاولتي تنتحر، حاولتي ترمي راسك، وداكشي دابا اللي كيخرج كيقولوا انا حاولت نتحر، ولا انا اللي قطعت الوراق، ولا شي حاجه بحال هذا ما عرفتش. هذاش هو اصل الوراق ديالهم عمره ما كيعطيهم لي انا، حتى هو في الديجا كان مزوج ومطلق. المره الاولانيه كان ما تفهموش شي واويه، كنقطع على الوراق ديالو، جاب المغرب طلقه وخلاه هنايا مسيبه وطلع فحال، وهداك بقى على هذيك الفكره. وسبب المشاكل ديالكم اللي كانوا عليها الصداع شنو هي؟ ما عرفتش، هو دائما كيقول انا ديتو على الوراق، انا ديتو على باش يطلعني على برا، هديتو على الفلوس. صافي هادشي كيقول. مع يعني شحال من تما نتينا وياه مزوجين؟ خمس شهور ما كان، خمس شهور. خمس شهور نتوما مزوجين؟ خمس شهور. يعني السيد كيفاش كان كيتعامل معاك قبل؟ بحال المعاملة النهار الأولاني، هذا كبقى، هذا كبقى. كنتي كتفكر أنك تسالي معاه؟ دايما كنت كنقول. شنو كنتي كتفكر؟ مع راسي كنت كنقول لهم في الدار والو، كيبقاو يسقسوني نقولهم لا مزيان، لا احنا ماشيين. صراحه انا راه قلت لخناس انا صافي خصني نسالي. كتحس بانك تظلمتي تغتصبتي في شبابك بزاف؟ كتقول لو ما كنت زعما غير كملت قرايتي احسن لي. كملت قرايتي خدمت على راسي متزوجتش ندمت. هادشي ما كنتيش كتعرفو قبل؟ يعني زواج تقليدي؟ تقليدي. انا الام درميسة تعرضت للعنف نهار الخميس في 12 الليل، صون على باها الشيخ ديالها والراجل ديالها، قالوا واش معاك رميسه؟ قالوا لا. قالوا علاش؟ صحاب لي جايه هي والراجل ديالها لعندنا، قالوا باقي ما وصلوش. قالوا لا رميسه بوحديتها ما جا، راه هربت له باسبورت سوارت والكواغط، راه هربت بهم وخرجت. قالوا لا ما جاتش عندي. انا تقلقنا كاملين، رديتها فيها علاش عملت هادشي هذا، هيدا حنا باقيين هيدا وما جاو. جاو دخل دخلهم فافيين مجعوجين، ندخلوا مزعوجين بدا كيخبط في الطابله، انا حرام عليا ديني، معايا ما تبقى، معايا ما دير، انا البروشه خلقت على البراءة تعملها بيا، انا غدا نمشي للدار البيضاء نشبر الفيزا ونمشي هما هي اللي غادي تبقى هنايا. وخرجوا في حالهم، مشاو مخطوفين، خرجوا حنا تبعناهم انا وباباهم. انا كنخمم كنقول مشات عند حبيبها، مشات عند اختها خالتها، مشات مشات مشات. حنا يلاه كيف دورنا هيدا في الدرب وندورو هيدا، وانا كنشوف بنتي مطيحه مطيحه، هما دايرين بيها، ما كاين يماه برا، ما كاين خصو، ما كاين عا هو وباباه كيدوب التليفون هادي. انا بديت كنغوت، باباها بدا كيغوت عند بنتي، عند بنتي خرجت العجوزه ديالها كتخبط كتقول هي دات الجنيه ما داتش المراه. سمعتي
اسمح لي، دابا انتينا كنتي في الدار ولا في شي دار اخر؟ لا احنا كنا في الغربيه، احنا من الغربيه، من احد الغربيه، احنا ما تشار الخلوه هما ما تشار ولاد فارس كي ترقدوا تشار جديد. يعني جاوا عندكم الدار ديالكم تما؟ اه الدار ديالنا تما الخلوه. ديك الساعه عيتك بقات كتغوت كتقول انا ديت الجنيه ما ديتش المراه، انا ديت الجنيه ما ديتش المراه، انتحرت على الكواغط، طلعت للسطح انتحرت على الكواغط ما طاحش الخارج. جيت انا كنبقيت كنزبت فيها حتى انا بابا حتى هو بدا كيغوت، كنزيد لبنتي كنشوفها مطيحه فازقه معمره بالتراب معمره بالغاز، واحد الحاله ما تقدرش تشوف فيها كيفاش النهايه. فازقه بالشتا وكانت الشتا هذاك النهار حسب البطانيه ما عاملينش عليها. بديت انا زولت الشال ديالي باش نغطيها، تقالت نجيب لك بطانيه، نجيب لك بطانيه، جبت بطانيه وغطاتها. ديك الساعه حنا باقيين هيدوك وشي الجيران هاودو باباها، قلت له صافي دابا حنا ما نغوتو تما، ولا مشي جيب لي بولانسيا وجيب الدارك. مشى عيط للدارك وجاب ديك البولانسيا. ديك الجيران اللي هاودو هاودو بحال اللي عاد غادي يعرفوا اولا شان هذه مرض محمد طايحه، شان حنا ما سمعنا والو، كنقولوا ما سمعتوش؟ لا احنا ما سمعنا حتى شي حاجه، احنا باقيين فايقين وما سمعنا والو ما سمعنا. ديك الراجل الكبير كيقول لي لا انا سمعت شي حاجه بحال شي حاجه دها الريح. صافي هذه عشتها وهذه عشتها. كان هضر مع ارميسا ارمس كسمي شفهما الله اشهد لا اله الا الله، كتشهد وكتطلب الله. انا كنعمل فيها هيدا الشال عاملها كري فراسها ما فيه دم ما فيه حتى شي حاجه، موسخ بالماء الشتا باش حتى موسخ. كنعمل هيدا فيها كيجيني وجهها بالدم، كنقول انا الدم راه كيتحرك يمشي ويجي ماشي في وجهها يابس. شويه دوك الكشكوشه هو دا لهم فما هيدا من هنا بقيت هيدا كنجي نحاديها، ما كنخاف نحاديها. كنقول لك عندك يماها تكون قاتله هيدا جوج في البصمات ديالي تما يردوها فيا انا. بقيت هيدا كنغوت باباها مشي جيب الدارك، جاو ديك الدارك بقاو كيصغرو ميطاحت ميطاحت، كتقول لهم العجوزه لا ما استحادة لا ما استحادة من فوقي وسفلي. يعني كيدخلوا يخرجوا في الهضره؟ كيدخلوا يخرجوا لا لا كيقول الدارك الا كان طاحت من هذا غطيح وسط الدويره ما طيحش الزنقه غطيح الداخل. كتقول لا طاحت من الكبير، كيفاش باش عرفتيها طاحت من السطح؟ لا الراجل ديالي ولديها ولدو الدار ديالك الدار ديالهم كيفتشوا عليها، انا طلعت للسطح شفت الباب تسطح محلوله، طلعت للسطح هي اللي شافتني وهي كتسيب راسها. ما كملاش 15 دقائق بين هاودو وطلعوا وطلعت انايا، بقات بديك الساعه طاحت تكون دم العايله باقي سخون، هي مكلاصي بحال جبتها من نبيره كلاصي كتعرف شنو مكلاصي، الدقوم ديالها زراق مره. ديك يديها رجليها ما تقدرش تشوف، انا الحوايج ديالها باقيين عندي اللي كانت بهم باقيين عندي لحد الان. الجاره ديالهم جارتني قالت لي شوف بنتك ما طاحتش من السطح، بنتك مقتوله ومجروره لديك البلاصه. قلت لها ياك، قالت لي هي الكلام اللي كتسمع. قلت لها الا احتاجتك نوقف غادي انا موجوده. قالت لي بنتك مقتوله ما طيحاش من السطح، بنتك مقتوله وعاد جارينها لتما. ديك الساعه بنتك ما كانتش كتهضر؟ كما وعياش انا قلت لي فمها الله اشهد لا اله الا الله، هايدا الله اشهد لا اله الا الله. هي الوحيده اللي تقدر تقول لك الحاجه؟ هي هي اللي الوحيده لا تقول لي. ما كاينش ثلاث ايام عاد فطنت حتى نهار السبت في الصباح عاد بحال اللي بدات. انا اختي كان سبق لها انني تشكت لي ان الزوج ديالها دائما كيهدها كيقول لها مشي في حالك، انت ديتيني للطمع، ديتيني للفلوس، ديتيني لايطاليا، ديتيني للطوموبيل، دائما كيهدها كيقول لها مشي في حالك. وحنا يعني كنقولوا لها يعني اي بيت زوجي راه فيه المشاكل غير صبر غير هادي. اختي يعني في النهار كتهضر معايا نهار كامل كتهضر معايا، من بعد قالت لي اختي انا في طنجة، اختي فيك يشريو الحوايج وسبرينا الدراري، فيك يشريو جلالب سخونين بحال اللي عند الراجل ديالك. قلت لها راه الحوايج مزيونين د الرجال في سربانطي، جلالب راهما في السوق د برا، حيت اختي ما كتعرفش بزاف في المدينه. صافي اختي فرحانه ما عليها شي اطال انتحار، ولانها كتفكر في الانتحار. اختي مي طلعوا تماما وبا لعندها جبروها طايحه، يعني حنايا الباديه كتعرف كتكون الدار وعندها سور يعني عندها جرده. اختي يعني الا كانت طاحت من تخوازيام ايطاج كانت عاد تصدق فوسط الدويره، حنا كنقولوا فوسط الدويره، ما تجبراش يعني برا طايحه وعلى وجهها، ووجهها ما فيهش الاثر ديال الهورس، ما فيهش الاثر انها طاحت على وجهها. عندها يعني رشي لا في الاول سحب لهم في الاول سحب لهم الدم، يعني تطلعت ماما لابيلونس عند ديك المساعد ديال لابيلونس قال لها الحاجه هذا راه ماشي الدم،
هذا الضوء الحمر. من بعد مي فاقت اختي مي قلنا لا قتلنا راه هو دخل وكنت كنجمع له حوايجو وبدا كيبرزطها بهذا الكلام الخايب ما عرفش شنو كيقول لها. من بعد الضربه وفشفش عليها هذيك الفشفاشه واختي سبق لا شافت عنده ديك الفشفاشه وقتلو داي شهادي قال لا انا جايبتها من ايطاليا باش في الطريق كيتعرضوا لنا الشفاره باش الرش عليهم اختي. هو الخبره الطبيه كتقول قالت يعني جا فيها انها تعرضت للعنف العنف وعاد ديك ساعتي مي تعرضت للعنف طيحوها يعني جروها وطيحوها حيت اختي 12 الليل يعني 12 الليل ما كانتش كطيح الشتا اختي جبرناها فازقه اختي جبرناها كترعد بالبرد يعني اختي كانت في واحد الحاله لا يرثى لها كنت تشوفوها الموت كانت فيها محمد الخامس راه صحاب له من الموت فيها كنت تشوفوها مسكينه عينها مقلوبين ما كتقدرش كنجيو نهزوها ما كنقدروش عليها طاحت لنا واحد الطيحه خطيره يا ربي اللي كان عيط في اللقله راسها مع الدروج صراحه اختي مسكينه ربي معاها وربي بغى يفضح هاد المجرمين هادو الله ياخذ فيهم الحق حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. السلام عليكم معكم بلال الخمسي من عائله رميسه وفاعل جمعاوي. انا تابعت مع رميسه القضيه ديالها والاعتداء اللي تعرضت له. المهم باش نختصروا الحوار كامل العائله ديال الزوج ديالك يدعوا بانها انتحرت. المهم حنا انتظرنا حتى تنوض من الغيبوبه ديالها سولناها على الحقيقه ذات ديالها. البنت نفات لنا في التام انها حاولت تنتحر واللي ذكرت بانها تعرضت بانها ترشت بواحد البرودوي هو اللي غايبه واللي عاقله بانها بداو كيضربوا فيها شكون اللي كيضرب فيها ما نعرف حتى فطنت راسها في السبيطار. المهم حنا بدينا مسيره البحث في هذا الموضوع هذا. اول حاجه اللي لفتت انتباه ديالنا ان العائله ديال الزوج ديالك يقولوا هاد البنت هادي تسيبت يعني يما قالت فتحت باب السطح جبراتها كتسيب من السطح تروازيام ايطاج من الدويره فيها السيما. واخا نفترضوا هاد البنت هادي تسيبت من السطح وجات في الدويره في السيما من تروازيام ايطاج تعرضت سبعه الكسور جوج الكسور في الحوض ثلاثه في العمود الفقري وعندها جوج الاضلع مهرسين يعني ما تقدرش تبلاصها عادي تحت تبقى تما في الدويره يماها. والجندار ملي جاو راه ما كانتش لمت في الدويره البنت كانت مسيبه في الزنقه خارج السور ديال السكنه لان الباديه عندهم الديار مدورين بالسور. يعني هاد البنت هادي انتقلت من ديك البلاصه اللي كيقولوا هي تلاحت منا تقريبا واحد 100 متر. كيفاش عملت هاد البنت ديبلاصات من هنا لهنا؟ هذا هو الاستفهام الاولاني واللي كنتراجعو من الدرك هما كيبحثوا وكيعمقوا البحث في هذا الموضوع هذا. ثاني حاجه ملي البنت ديناها تعمل الخبره وديناها تعمل الشهاده الطبيه الطبيب كياكد بان العائله فيها الاثر ديال الضرب والتعذيب. واخا هاد البنت هادي انتحرت وشكون من جا الاثر الضرب؟ شكون اللي ضرب لنا شكون ضرب رميسة؟ وانتحرت واخا انتحر ولكن الضرب والاثر ديال الضرب والزروقه اللي فيها واللحمه كامله زرقاء والعائله هذه تعرضت للضرب والتعذيب وكذا شكون اللي ضربها؟ زائد البنت ملي جبروها الدارك تمايا كتفاجئوا بان الوجه ديالها كامل حمار. جيب لي التليفون وريهم ديك الصوره ديال سيفتهم. البنت كامله بواحد البرودوي حمار في وجهها. حنا المهم ما بقينا ما عرفناش قلنا شكون اللي دار لبس الضوء احمر في وجهها وكذا ما بقينا بالحقيقه. ملي فاقت قالت بان هو رش عليها واحد البرودوي وبعد كسب داك التفكر قالت هو فعلا عنده واحد الفشفاشه في الطوموبيل. وملي سولته شنو هي قال لها هذه كتستعملها عندك تعرضوا لنا ولا شي حاجه كهذيك كتغيب وهي تما استنتجنا بان هذاك هي ذاك البرودوي اللي ناضت به وهو في وجهها. زائد يما كتقول لك جبرت البنت ملي جبرتها في الزنقه كامله فازقه وديك الساعه ديال 12 اللي هي مشاو فيها ما كانتش ساكطاح يعني هاد البنت هادي تلاحت قبل 12 وكاينه بعض الناس السكان وكاينه بعض الكريك يقول لك هاد البنت هادي في العشرة لاحوها في الزنقه كيخرجوا كيطلعوا عليها وكيشوفوها كذا ما كذا عاد عدلوا هذا السيناريو هذا البنت هربت البنت لاحت من السطح البنت كذا.
المهم حنا كنتراجعوا من السلطات والسلطات ديال الدرك الملكي خاصه ديال المنطقه ديال الحد الغربيه تعمق البحث باش ما تضيعش الحقد هاد الفتاه البريئه اللي لا عمرها 18 سنه خاصه هي دابا جات مع العائله متغوله وكيقولوا ما دوتنا وفود ان ما تدي موراهم حتى شي حاجه وحنا كنطالبوا السلطات كاينه حتى فوق القانون بان هاد البنت هذا يرجع لحقها وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.